ناس كتيري لبس عليكم مزيانين عاليين. المهم شرينا البقولة، راه وريتها لكم في الفيديو السابق بلي شريتها هي بحمو. والمهم دابا البقولة هي تغسلات، غسلناها مزيان في الشبكة صفينا، يعني ضروري خصها تغسل مزيان. ودابا ندوزو نقطعوها، ها هي نقطعوها هي والحميضة. راه وريتكم الفيديو بلي شريت البقولة وشريت الحميضة وشريت بحمو. وطبعا نديرو اليوم البقولة هي الحميضة. دابا كتقطع مزيان، ضروري قطعها مزيان. قطعها مزيان، حطيناها في الطابلة وطلعنا السطيح نشمو الهواء. والشميشة واخا كاين البرد الشميشة. دابا البقولة هي كتقطع، احسن نكملو هي والحميضة كاملة. ودابا نبخروها، هاهي تبخرات مزيان، هاهي كتبخر. حيدنا من البوطة ودابا بردها باش تبرد وتصفى مزيان. باش نشرملوها الحاجة المطيشة والقزبر الملحة والزيت والبابريكا والكمون والفلفلة الحارة بودرة، وهادشي هما المكونات ديال الشرمولة ديال البقولة. والثومة كنطيبوها مع البقولة، وهذه هي الثومة. كنديروها الثومة دراسي، كنحطوها في مع البقولة كطيب معاها. وهذه هي الشرمولة ديالي. دابا ضفنا البقولة على الشرمولة ديالنا، هانتوما نخلطو مزيان باش المكونات يجيو مع بعضياتهم. دابا نخليوها هكا طيب شويه ونقدموها لكم.